ياسر أبو هلالة أحد أبرز وجوه قناة الجزيرة القطرية. بتتبع تاريخه وبحسب ما يروي عن نفسه فقد كان معتنقا للأفكار التكفيرية. يعني أنا كنت معارض، كنت بدي أغير نظام الحكم، وكنت مؤمن أنه هذا نظام جاهلي كافر لابد من الثورة عليه والقضاء عليه وإقامة نظام إسلامي بديل. وعلى ما يبدو فقد غير أبو هلالة مساره والتحق بجماعة الإخوان الحاضنة الرئيسة للجماعات المتطرفة والتي يعتز بها، لدرجة أنه كان يضع شعارها على مكتبه حين كان يعمل مديرا لمكتب الجزيرة. وهكذا كان من الطبيعي أن يواصل أبو هلالة تلميع الجماعات المتطرفة في تقاريره الإخبارية، مع الفوضى التي ضربت المنطقة مطلع عام 2011 بتحريض من قناة الجزيرة. حاول أبو هلالة القيام بأنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في بلده، لكن الشعب كان له بالمرصاد ورفض محاولاته التحريضية. سافر أبو هلالة للدوحة ليتولى إدارة قناة الجزيرة لنحو 4 أعوام قبل أن تتم إقالته في ظروف غامضة، لكن مصادر تحدثت عن أن نشاط أبو هلالة داخل منظومة الإعلام القطرية تحولت لإدارة الخلايا الإلكترونية التي تتولى مهام التحريض ضد الدول العربية. ياسر أبو هلالة بعد أن تم إقالته كمدير لقناة الجزيرة أوكلت له مهمة أخرى، وهي إدارة مجموعة كبيرة جدا من المنصات الإعلامية في السوشيال ميديا، من مواقع إخبارية ومغردين يشيطن كل خصوم قطر. وفق ما يرى مراقبون فإن رحلة أبو هلالة من اعتناق الأفكار التكفيرية إلى العمل في الجزيرة تكشف حقيقة الارتباط بين هذه الشبكة القطرية والمتطرفين الذين لم يكونوا فقط ضيوفا عليها، بل من العاملين فيها والمديرين لها.